مساء الخير يا شباب، الفيديو ده هيكون قصير، بكمل فيه بس الجزئية الأخيرة بتاعت السيشن بتاعت الأسبوع اللي فات، واللي اشتغلنا فيه على الفور بت سينكرونس أب كاونتر. احنا شغالين دلوقتي سينكرونس كاونتر، تمام. أول حاجة خليها قدامك هي التروث تيبل اللي أنا عايز أبني بيه الكاونتر بتاعي. أنا عايز أبدأ من زيرو أنتهي بالماكسيمم كاونت اللي هو كام؟ 15. يبقى أنا عندي كام ستيت؟ عندي 16 ستيت. انا عرفت ازاي بعمل الستيت دايجرام، صح كده؟ هيبقى عندي كام بتايه؟ 4 بيتس، وهنتهي هنا بال 4 ones. يبقى دي الستيت رقم 0 ودي الستيت رقم كام؟ مظبوط 15. يبقى انا التوتال الستيتس عندي كام؟ 16. تمام، يبقى انا كده هشتغل ايه؟ اب كاونتر. طيب اول حاجه عملتها كتبت التروث تيبل بتاعي، وعندي الديزاين بتاع الكاونتر بتاعي اللي احنا خدناه كديزاين لي، وهعمله في فيديو تاني كمان شويه. اوكي، طيب اول حاجه عايز ابص عليها هي ايه؟ التروث تيبل. عايزك تبص كده على الكيو 0 اللي احنا كنا بناخدها كيو اي. هنا في الرسمه بتاعتي هي كيو 0، ده الكيو 0. بص عليها كده وقول لي بتتقلب امتى. هتلاقي ان هي بتحصل لها توجلينج مع كل كلوك سايكل، يعني مع كل كلوك الكيو 0 بتتقلب، صح كده؟ تمام. لاحظ كمان احنا شغالين سنكرونس كاونتر، يعني الكلوك بتاعتي واحده، كل الفليب فلوبس واخده نفس الكلوك. جميل قوي. طيب بص بقى على الكيو 1 اللي احنا كنا بنسميها كيو بي، بيحصل لها توجلينج امتى؟ هل بيحصل لها توجلينج لما بتكون الكيو 0 ب 0 ولا الكيو 0 ب 1؟ لا، بيحصل لها هنا توجلينج. يعني ايه؟ يعني ده البريزنت ستيت والنكست ستيت اهي. مش النكست اتقلبت عن البريزنت؟ يبقى انا دلوقتي لما اكون البريزنت ستيت بتاعتي بزيرو، وكمان الكيو زيرو البريزنت ستيت بتاعته بواحد، يبقى انا عرفت ان النكست ستيت بتاعت الكيو واحد هيحصل لها ايه؟ توجلنج. طب تعالوا ناخد مثال تاني. انا لو هنا واقف عند البريزنت ستيت، هنا كيو واحد. طب الكيو واحد عندي بكام؟ قال لك بواحد. هبص على البريزنت ستيت للكيو 0 لقيتها كام؟ لقيتها واحد برضو. يبقى انا كده عرفت ان النكست ستيت للكيو واحد هيحصل لها توجلنج، هتتقلب. انا كنت واحد بقيت 0. طيب ناخد هنا ده البريزنت ستيت عند الكيو واحد بكام؟ ب 0. طيب انا هبص على البريزنت ستيت للكيو 0 لقيتها بكام؟ بواحد. يبقى انا فهمت ان النكست ستيت للكيو واحد هيحصل لها توجلنج، خلاص هتلاقيها اتقلبت، كانت 0 بقت 1. ناخد مثال عشوائي هنا، ده البريزنت ستيت للكيو كام؟ 1. هبص على الكيو 0 لقيتها بكام؟ لقيتها ب 1. يبقى انا عرفت ان النكست ستيت بتاعت الكيو 1 هيحصل لها ايه؟ توجلنج. هنا كانت ب 1 هتقلب ب 0. طيب بص هنا كده، لو انا واقف، لو دي البريزنت ستيت بتاعتي، لو دي البريزنت ستيت بتاعت الكيو 1 لقيتها بكام؟ ب 0. طيب هبص على البريزنت ستيت بتاعت الكيو 0 لقيتها بكام؟ لقيتها ب 0. لا، يبقى انا مش هيحصل لي توجلنج للكيو 1، يبقى الكيو 1 هتفضل زي ما هي في النكست ستيت، خلاص. طيب النكست ستيت دي لما تبقى بريزنت، هبص على الكيو 0 هلاقيها بكام؟ ب 1. يبقى انا فهمت النكست ستيت بتاعتي هتبقى ب 1. يبقى انا الكيو 1 بيحصل لها توجلنج لما الكيو 0 تبقى ب 1، تمام، خلاص. يبقى ده كده الكونديشن بتاع الكيو 1. تعالوا نبصوا على الكيو 2. الكيو 2 امتى بيحصل لها توجلنج؟ هي هنا كانت بزيرو وبقت بواحد. امتى؟ لما كانت الكيو 1 والكيو 0 بكام؟ بواحد. يبقى الكونديشن عشان اعمل توجلنج للكيو 2 ان الكيو 1 والكيو 0 يكونوا بواحد. طب امتى تاني بيحصل توجلنج؟ اهو هنا. هنا كنت بواحد بقيت 0. لقيت ان البريزنت ستيت ايه؟ الكيو 0 والكيو 1 بكام؟ مظبوط بواحد. يبقى انا هعمل توجلنج في الايه؟ في النكست ستيت. يبقى فعلا النكست ستيت عملت ايه؟ توجلنج. طيب انا كنت هنا بزيرو بقيت بواحد. لو انا دي بريزنت ستيت، يبقى لازم فيها الكيو واحد والكيو زيرو يكونوا بواحد، وده اللي ده الكونديشن اللي متحقق عندي. يبقى انا عرفت ان النكست ستيت للكيو 2 هتتقلب، هيحصل لها توجلنج، بدل ما هي كانت بزيرو تبقى بواحد، خلاص. يبقى ده الكونديشن لكيو سي او كيو 2. طيب تعالوا نبص على الكونديشن بتاع الايه؟ الفليب فلوب رقم 4 اللي هو كيو 3 او كيو دي. طيب
امتى بعمل توجلينج؟ هلاحظ ان انا بعمل توجلينج ليه امتى؟ لما يكون الكيو 2 والكيو 1 والكيو 0 الثلاثه بواحد، فعملت توجلينج. انا البريزنت ستيت اهي الثلاثه بواحد، يبقى عرفت ان النكست ستيت هقلب كنت 0 بقيت 1. تمام؟ طيب تعالوا بقى نبص تحت كده. لو انا عندي البريزنت ستيت بواحد اهي اخر كونديشن، برضو اتحقق عندي ان الكيو 2 والكيو 1 والكيو 0 بكام؟ ب 1. معنى كده ان انا النكست ستيت هقلب. طب مش احنا عارفين ان الكاونتر ده لما بيوصل الماكسيم بتاعه بيروح هنا في الاول، بيروح تاني في الاول ايه؟ يحصل له ريسيتنج، يعني يقلب بزيرو. يعني النكست ستيت هتكون عندي 0 0 0 0، صح كده؟ يبقى فعلا حصل توجلنج للكيو 3 امتى؟ لما الكيو 2 و1 و0 في الايه بريزنت ستيت كانوا بواحد. يبقى دي الكونديشن بتاعتي للاب كاونتر، ده للاب كاونتر. طب اعمل بقى الترو ستيبل كده مع نفسك للداون كاونتر اللي المفروض تبدا فيه من 1 1 1 1 وتنتهي بكام؟ مظبوط ب 0 0 0. هتلاقي ان الكيو 1 بيحصل لها توجلنج امتى؟ لما تبقى الكيو 0 ب 0. طب الكيو 2 بيحصل لها توجلنج امتى؟ لما الكيو 1 والكيو 0 بيحصل لهم كام؟ بيكونوا ب 0. طب الكيو 3 الكيو 3 هتتقلب امتى او يحصل لها توجلنج امتى؟ لما الكيو 2 والكيو 1 والكيو 0 يبقوا ب 0. يبقى عكس الاب كاونتر، يبقى الداون كاونتر عكس الاب كاونتر. خلاص يبقى خلصنا النقطه ديت. ريفيو سريع كده، هتلاقي هنا اول حاجه الكيو 0 ب 0، كيو 1 ب 1 سوري ب 0، والكيو 2 ب 0، والكيو 3 بكام؟ ب 0. طيب دلوقتي انا مع كل كلوك سايكل بقلب الكيو 0، بحصل توجلنج مع كل كلوك سايكل. انا شغال هنا ايه؟ مظبوط شغال نيجاتيف ايج، يبقى انا كده ايه؟ نيجاتيف ايج. يبقى مع كل نيجاتيف ايج تريجر هيحصل للكيو 0 ايه؟ هيحصل لها توجلنج، هتتقلب. تعالوا نشوف ده هيتحقق ولا لا. طيب انا هنا مع النيجاتيف ايج ده فعلا لقيت ان انا ايه؟ قلبت الكيو 0، يبقى انا بغير الكيو 0 مع كل كلوك سايكل، مع كل ايدج ايه؟ نيجاتيف ايدج تريجر للكلوك بتاعتي. طيب الكيو 1 قلت لك ان الكيو 1 امتى بتحصل لها توجلنج او بتتقلب؟ لما النكست لما تكون البريزنت ستيت للكيو 0 ب 1. طب هل واقف هنا هل البريزنت ستيت للكيو 0 ب 1؟ قال لك لا 0، يبقى هنا هتفضل ذا سيم. طب انا واقف هنا في البريزنت ستيت، هنا هبص على البريزنت ستيت بتاعت الكيو 0 هي بواحد؟ بواحد، يبقى انا عرفت ان النكست ستيت هتتقلب ايه؟ تبقى واحد، هيحصل لها توجلنج. طيب وهبص على البريزنت ستيت بتاعت الكيو 0 انت بواحد؟ قال لك لا انا بزيرو. خلاص يبقى النكست ستيت بكام؟ نو تشينج، بواحد. طيب الستيت اللي بعدها هل الكيو 0 بواحد في الستيت ديت؟ قال لك يبقى انا عرفت ان النكست ستيت ايه اللي هيحصل فيها توجلنج، كنت بزيرو كنت بواحد هيبقى بزيرو. طب هنا بزيرو يبقى هيفضل ذا سيم. هبص على البريزنت ستيت بتاعت الكيو 0 بواحد، يبقى انا الكيو 2 سوري الكيو 1 هيحصل لها ايه؟ توجلنج، تبقى بواحد، وهكذا. اوكي جميل جدا. طب انا دلوقتي في الكيو 2، في الكيو 2 الكونديشن بتاع التوجل بتاعي لازم ان كيو 1 وكيو 2 سوري كيو 0 وكيو 1 يكونوا بكام؟ ب 1. طيب يبقى انا هفضل ذا سيم نو تشينج بزيرو لحد امتى؟ لحد ما الكيو 1 والكيو 2 يبقوا ب 1 فقلبت، كان 0 بقى ب 1. لحد امتى؟ لحد ما البريزنت ستيت للكيو 1 والكيو 0 يكونوا ب 1، فالنكست ستيت بتاعتي ايه؟ يحصل فيها توجلنج تتقلب، وهكذا لحد ما اقابل ال 1 1 للكيو 0 والكيو 1. تمام. الكونديشن الخاص بكيو 3 قال لك لازم يبقى البريزنت ستيت بتاعت كيو 2 وكيو 1 وكيو 0 الثلاثه ب 1. تعالوا نشوف امتى يتحقق ده. ادي عندي الثلاثه هنا ب 1، يبقى هيحصل ايه؟ هتلاقي ان الكيو 3 هنا حصل لها توجلنج من 0 ل 1. تتغير امتى؟ تتغير لما الكيو 2 وكيو 1 وكيو 0 الثلاثه يكونوا بكام؟ ب 1. هتلاقي ان دي اتقلبت هنا توجلنج 0. طبعا هتلاقي ان هو هنا بدا ب 0 0 0 0. تمام يا شباب؟ يبقى ده دي الكونديشنز اللي عن طريقها بنعمل توجلنج للاب كاونتر، وطبعا عكسها زي ما شرحت في اول الفيديو الداون كاونتر بيقلب عند الزيرو مش عند ال1. اوكي يا ريت نكون ذاكرنا كويس ونذاكر الديزاين بتاع الاسينكرونس والسينكرونس كاونتر ونذاكر الاوت كام كله بشكل كويس. شكرا يا شباب.